يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن خاتمة ربنا ربنا وليك المسيح لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. فاتحنا رسلنا وحبيبنا شعبنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وآله وزوجه وزوجاته وأهل بيته وأنصاره ثم وأنصاره وأصحابه وأنصاره وأنصاره وبرهم وأنصاره أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة. آمين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أرواحي سيدنا وحبيبنا وشيخنا وبركاتنا صاحب الراتب قدر الأنفس الحبيب أبي عبد الرحمن العطاس ثم الأرواح سحر بن الله البارس ثم الأرواح الحبيب عبد الرحمن بن عبد العطاس ثم الأرواح الحبيب حسن بن عبد الرحمن العطاس وإخوانه ثم الأرواح أكيل عبد الله وصالح بن عبد الرحمن العطاس ثم الأرواح الحبيب بن حسن العطاس رضي الله عنه محمد بن حسن العطاس رضي الله عنه محمد الحداد رضي الله عنه بكر العدروس رضي الله عنه محمد بن عبد الحداد رضي الله عنه ثم الحبيب بن عبد الرحمن العطاس رضي الله عنه ثم سيد الوالد الحبيب عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الوالد بن علي بن سقاب السقاب وصوله ما بره هي مسلم الرسول الحبيب جعفر السقاب وسلم الرسول الحبيب عمر بن جعفر السقاب وصوله ما بره مسلم الرسول بن عبد الرحمن الحبسي مسلم الرسول الحبيب عبد الرحمن بن علي الحبسي وسلم الرسول الحبيب محمد بن علي بن الحبيب محمد بن عبد الرحمن رضي الله وصوله ما بره هي مسلم الرسول وسلم ووصولهم وفرورهم وزلكم كما جمعنا أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ونبي أسرارهم وأنوارهم ولهم ونفعتهم وبركاتهم في الدنيا والدنيا والآخرة الفاتحة أسابكم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين القبول وتمام كل
السر ومن صالحا سعني همزان لأنه فاتنا في الدين والدنيا والآخرة يا بيت لكل الساد يا أيها الذي برحلنا ولأحبابنا ووالدينا وذوي الكفر المجمعين في الدين والدنيا والآخرة يا بيت لكل الساد يا بيت لكل ولأحبابنا ووالدينا أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويرد لديهم في آمين ونورهم آمين وبركاتهم في الدين والآخرة آمين. فاتح حسابكم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم استغفر الله استغفر الله استغفر الله آمين. 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 يا ربنا لك الحمد ولك الملك كما ينبغي للجلال والكريم على سيدنا السلطان آمين. سبحان الله أنت Ratib, Malik, Aduh Putih. Nanti baca, bacanya. Ini Allahumma salli wa sallim ala alihi wa ya ayyuhar rajul bi syafa'atan sallu alaihi wa sallim tasliman. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه من يخطب وصلب ويقذف ومناما. صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك لولائه. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين
الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك لي وعلى آله. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي صل على محمد أشرف بدر في الكون أسرى، يا ربي صل على محمد، يا ربي صل على محمد أكرم داء يدعو إلى الحق، يا ربي صل على صلي على محمد المصطفى الصادق المصدق، يا ربي صلي على محمد، يا ربي صلي عليه وسلم، يا ربي صلي على محمد أهل الورى منطقا وأسدا، يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي صل على محمد أفضل من بتقى تحقق، يا ربي ربي صل على محمد من بالصحاء والوفاء تحلق، يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي صل على محمد من بالصحاء والوفاء تحلق، يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق، يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، صل على محمد وافتح من الخير كل مقلق، يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق، يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشق، يا ربي صل على محمد، يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توثق، يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم.
وسلم وبارك علي وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفرك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ونعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صلى الله عليه. فان تولوا فقل حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله قوي سلطانه الوادي البرهان المتو في الوجود كرمه وإحسانه تعالى مده وعزم سنه خلق الخلق لحكمة وتوى عليها علما وبتله من فائد المنة ما جرت به في أقداره القسمة فأرسل إلي أشرف خلقي وأجل عبدي رحمة على قد إرادة الأزلية بخلقي هذا العبد المحمود فانتشرت آثار شرفه في عوالم شهادتي والغيوم فما أجل هذا المنى الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حدث الإحسان سورة هذا الإنسان وسدرتك من الطهر في حيك المحمود فتعترت بوجودك الأكتف الوجود وترج البردان العوالم سادتي ودرد البردان العوالم بتراز تكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرب الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك علي وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك علي وعلى آله. تجلى الحق في علم قدسه الواسع تجلي قضاء من انتصار فضله في القرب والشاسع. فله الحمد الذي لا تنحصر أفره بتعداد ولا يمل تقره بكثير تردد حيث أبرز من عالمين كان سورة هذا الإنسان يتشرف بوجودك ثقلا وتنتشر أسره في الأكوام فما من سر تسوى به قبل منيب إلا من ثوابه فضل الله على هذا الحبيب. يا لقلب سرور قد توالى بحبيب أمل أن من نوالى جل من شرف وجود بنور قمر الكون بهجة وجمالا صلى الله عليه فتركها في الحسن أعلى مقام تنحى في مجده وتعالى لا حدده عيون في مجله بشرا كاملا يزيغ دلالا فوق علم ما قدرته رفعة في سور في سون وقمالا فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه لسان ويرفع عن كل معانيه الجمال انتصر للعالم بطين وظهور ما مال وجود خلقه نور فتبقى الله من إله كريم بشرتنا آية في ذلك الحكيم بالمؤمنين
فمن فجحت هذه بشارة ولقبها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له شهادة تعرف بها اللسان، أما تتمنى من التصديق بها والإله صلى الله عليه وسلم بها بالصدور من الإيمان فوائد وتلقى على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق سواجد. وأشهد أن سيدنا محمد عبد الصادق في قول وفعله والمبالغ عن الله ما أمره بتبليغ من حقه من فرده ونفله عبد أرسل الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وحد الله به من الأمة بشرا قسيما صلى الله عليه وسلم في جملة الجهل للمستبشرين سراجا وقمرا منيرا فما عزمها من نعمة بكم الله بها على البشر وما أصبح من الجمال المشهود في العين صلى الله عليه وسلم لبسم الكمال المطلق وحسن التام والزين فتناقل ذلك الجمال الميمون في الأسلاب الكريمة والبطون فما من صلب الضمة إلا وتمت عليه من الله النعمة صلى الله عليه وسلم التام الذي يتنقل في البروز ليتصرف به وطن استقرار ومور وروز وقد قلت الأقدار أرسلية بما قلت وأزهرت من سر هذا نور ما أظهرت وخصصت به من خصص صلى الله عليه صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم ذلك نور المعروف صلى الله عليه تسويق للسامعين من حواس المؤمنين وتريان المتعالكين بهذا نور المبين صلى الله عليه وسلم خير الأنام ولكن حزني لا تدوير ما حفظته من سير إسراف المحلوكين وما أكرم الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين صلى الله عليه وسلم وكيد رأيت في الكون مسورة على مر الأيام وسورة السنين داء تعاد بهذه الأرض الكريمة وليه تسوق إلى سمع الأرسو برسلنا ولا أدى الله يفعه به متكلمة والشامع آمين ولني بشام بهذا النبي الشافع وإن روحاني بروحه ذلك النعيم اللهم صل وسلم وبارك أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله ذلك في هذه الدرة المدونة والزحادة المسونة والكون كله يسبح ويمشي في السرون وابتحاء صلى الله عليه وسلم إسراك حاز الصراط والعيون متوسفة إلى بروز متوسقة إلى ثقات جواهر كنوز وكل دابة لقريسنا تقط بفاسح العبارة مولدة بكمال البشارة وما من حمل حملت في ذلك العام إلا بحمل حبي غلام من بركات وسعادة هذا الإمام ولم تزل الأرض والسماوات متدمحة بيتر الفرح بملكة أسراف البرية وبروزي من عالم الهفي إلى عالم الزهور بعد تنقلي في البطون والزهور صلى الله عليه وسلم بدل الله في المشهد بحجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة تصريف وتعظيم ببروز هذا البشر الكريم اللهم صل وسلم أشرف
أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الله الله يا الله 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 يا الله والصلاة على الغير مصطفى الله الله يا الله الله يا الله والصلاة كفاني علم ربي من سؤال واختياري ودعائي وابتهالي شهيد لي بابتكاري. الله الله يا الله 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 يا الله والصلاة على يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا Rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farrij 'alal muslimin ya arhamar rahimin farrij 'alal muslimin ya rabbana ya karim ya Rabbana ya Rahim anta Jawadul Halim fa anta ni'mal mu'in anta Jawadul Halim wa anta ni'mal mu'in ya Arhamar Rahim ya Ya Arhamar Rahimin Farrij 'alal Muslimin Ya Arhamar Rahimin Farrij 'alal Muslimin Wa laysa naraju siwa Qadri ilahi دنيا ودين قبل الفناء والهلاك يا أم دنيا ودين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين المسلمين يا ربنا يا مجيب أنت السميع القريب دق الوسيع الرحيم فانظر إلى المؤمنين دق الوسيع الرحيم فانظر إلى المؤمنين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين
على المسلمين. اللهم صل وسلم وبارك لي وعلى لي ولينا قرب ولهذا الحبيب اعلنت السماوات والارض ومن فيهن بترحيب وامطر الوجود الى اهل الوجود تثبت والسنة الملائكة بتبصير العالمين تعيش سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله الله اكبر سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله الله اكبر سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم بكل لذة عبدا لدى خلقه ولدى نفسه وزينة عرسه ومداد كلماته ليبرز نور كاملا في العالم زهور نورا فاق كل نور صلى الله عليه وسلم لما نطب الله عليه النعمه من حواس الامه ان يحضر عند بدر تعني سالجة نبي المسعود ومسرر قتلها بهذا السمات الممدود وحرص بتوفيق الله سيدة المريم وسيدة عاسية وما أهم منهم العين من قسم الله له من سرق بالقسمة الوافية بعد الوقت الذي رتب الله على حضور وجود هذا المولود لو بلغ سبه من النور العمود والولد الحافظ المحمود وزينا لله بتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك سرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى احمد ولأهل الكون انصر وسرور حتى جاءت يا Yeah.
Allah.
Sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini sesuai dengan judul kita, kita ngaji fikih, nanti dibaca sama si Alif, nanti saya akan menerangkan. Alif. Ini ngajinya tentang bab salat jangan sampai ini ya min rakaati. Rakaati ya. Wa salatul jama'ati pasal tentang salat berjamaah. Dijali fil Qur'an di ghairil jama'ah. Utama adapun salat yang berjamaah itu pada salat Jumat bagi laki-laki. Sunnatu muakkadati, sunnah muakkad, sunnah muakkad, sunnah muakkad, sunnah muakkad,
atau sunnah yang sangat dianjurkan. Fil indal musannif wa rafi'i sunnahmu kepada seorang yang musannif. Wal ishu indal nawawi daripada ketika Imam Nawawi anha faradu kifayah, puasanya kalau kata Imam Nawawi fardu kifayah, kalau sholat Jumat itu wajib, kalau sholat fardu sunnah muakkadah, kata seorang musannif yaitu Imam Nawawi. Imam Nawawi berkata kalau kita sholat yang diwajibkan musannif itu orang yang memahami, ya, yang memiliki kepahaman dalam kepahaman ilmu. Di sini yaitu Imam Nawawi. Imam Nawawi itu seorang pakar yang mengatakan, beliau itu mengatakan sholat berjamaah itu wajib kalau dia sholat Jumat, apalagi laki-laki. Sunatul mu'akkadah kalau dia sholat jamaah fardu. Anha fardu kifayah, dalam fardu kifayah pun sama. Fardu kifayah berarti wajib untuk sebagian, wajib untuk sebagian. Wa yadrakul ma'mumil jama'ati, dan mendapatkan bahwasannya seorang makmum itu jamaah ma'al imami daripada imam fi ghairil jum'ati, pada selain hari Jumat. Malam yaslimu litas limati, apa itu? Selama tidak salam pada salam yang salam yang pertama, ya. Wa illam yaqa'ahu ma'ahu, dan jika belum salam bersama imam pada salam yang sempurna. Amal jama'atu fil jama'ati, adapun sholat Jumat pada hari Jumat, fa fardu ain. Kalau sholat berjamaah kayak zuhur asal maghrib bisa, itu kan fardu, kan fardu. Ya. Kalau sholat Jumat itu fardu ain, harus sendiri. Kalau sholat berjamaah zuhur asal maghrib bisa, namanya fardu kifayah. Sholat berjamaah itu kalau minimal ada yang mewakili. Jangan sampai satu kampung itu enggak ada yang sholat berjamaah. Kalau kata Imam Nawawi. Kalau sholat, nah, sholat jamaah itu ada sholat jamaah, ada sholat munfarid. Kalau sholat munfarid itu yang sholatnya dewek sendirian, apa aja? Sholat sunnah rawatib yang 12. Kata Ustaz Harun itu kemarin, apa kitabnya? Baru zaman itu. Yang itu yang terbaik. Yang Terima kasih.
Nah, dalam kitab Fathul Wahab yang mana menjelaskan barang siapa yang dia sholat 12 rakaat dalam satu hari, yaitu sholat sunnah. Sholat sunnah 12 rakaat. Zuhur 4, asar 2, maghrib 2, isya 2, subuh 2, yang mana sholat rawatib disebutnya. Nah, sholat rawatib itu yang namanya kalau kita dengar ada sholat ba'diyah sama sholat qobliyah. Nah, yang ini termasuk sholat munfarid, sholat sendiri-sendiri. Apalagi sholat duha, sholat tasbih itu jamaah boleh sendiri cakep. Yang mulai sendiri cakep, jamaah boleh. Yang nggak boleh itu sholat duha itu nggak boleh berjamaah. Ada yang pernah dengar? Ada yang sholat 4 rakaat langsung salam. Ada yang 2-2. Nah, kalau dikata ada yang menggunakan 4 rakaat langsung salam, yaitu Imam Hanafi dan Imam Hambali. Ada yang bilangnya, kalau kata beliau, kalau siang kayak kalau sholat tasbih, ketika kalau sholat tasbih itu udah pernah sholat tasbih belum? Udah pernah sholat tasbih belum? Apa itu? Sholat tasbih itu di dalam sholatnya semuanya si tasbih. Alhamdulillah wa la ilaha illallah akbar, semuanya 300 tasbih. 300 tasbih dalam 2 rakaat. Dalam 4 rakaat. Iya, sholat tasbih itu seperti sholat biasa, tapi di setelah kita melakukan rukun-rukun sholat, kita membaca tasbih. Dalam 4 rakaat itu ada 300 tasbih. Berarti dalam 1 rakaat ada 75 tasbih. Dan itu kata Nabi sholat yang paling tinggi derajat. Kenapa? Minimal satu orang dalam seumur hidup itu ngelakuin satu kali sholat tasbih. Ada yang bilang sholat taubat. Di antara sholat taubat itu sholat tasbih. Apa? Satu kali sholat baca 75 tasbih. Satu rakaatnya. Kalau 4 rakaat berarti 300 tasbih. Kapan aja? Habis Fatihah 15. Sebelum ruku 10. Ya kan? Bangun dari ruku 10. Itidal 10. Lagi ruku 10, itidal 10, 45. Sujud 10, 55. Duduk di antara dua sujud 10 berapa? 65. Sujud lagi berapa? 75. Udah bangun. Jadinya 75 tasbih. 15, 10. Iya, setelah rukun, terutama rukun fi'li atau gerakan. Kecuali rukun qauli yaitu Fatihah, dia bacanya 15. Ada yang bilang setelah baca surat pendek enggak baca Fatihah. Karena baca Fatihah terakhir ketika pengen bangun dari sujud yang kedua. Makanya ketika pengen bangun sujud kedua, dia dulu istiqomah. Ini kapan-kapan saya tanya, kasih lebih detail. Itu di antara sholat yang boleh munfarid, dewek-dewek boleh sholat berjamaah. Kalau sholatnya tasbih, kalau siang 4 rakaat langsung bablas satu kali salam. Lalu kalau Imam Syafi'i
berdua sholat tak sholat duha. Mungkin ada yang malas langsung empat langsung boleh, tapi ikuti Imam Hanafi, Imam Hambali. Tapi kalau kita sholat terawih sholat duhanya dua. Oke, masalah sholat jamaah jelas ya. Ini mas hukum dong ini. Hukum. Alhamdulillah wa la ilaha illallah. Ini hukum. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa la ilaha illallah. Akbar baru situ. Boleh habis. Walabdolin amin. Bagusnya sebelum baca Fatihah baru tasbih. Alhamdulillah wa la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Terus. Walaupun amin, walaupun habis marbi ta'ala terus. Ayo ruku kan? Allahu Akbar. Subhanarabbil azim wa bihamdi. Alhamdulillah wa la ilaha illallah Akbar 10 kali. Sami Allahu wa rabbana lakal hamdu. Tasbih 10 kali. Terus 15 25 ruku i'tidal 35 sujud pertama 45 duduk di antara dua sujud. Iya sama, duduk di antara dua sujud ketika setelah baca Rabi Suli 10 kali. Berarti itu 55 sujud yang bana bilal ala wabi hamdi 65 masuk kurang 10. Nah, kurang 10-nya kan azbatnya. Ya, bangunnya nih Allah. Nah, ini namanya duduk ihtiraman, isyarat tapi ihtiraman. Isyarat sih. Ihtiraman. Duduknya seperti ini, jangan ketika saat Allahu Akbar berhenti. Pas wallahualam wala ilaha illallah 10 kali. Bangun aja. Kalau udah 10 kali baca bangun. Lah, baca Fatihah lagi terus. Nanti nah, ketemunya 75 ketika rakaat keempat pasti ketika tahiyat akhir. Ketika tahiyat akhir pasti ketemu pas 75 itu. Bacanya baca tasbihnya sebelum baca tahiyat aja. Jadi itu surat tasbih itu luar biasa dipahami. Kalau bisa ngelakuin dahsyat. Itu sama aja sholat taubah. Kita semoga. Ingat nih. Nawa itu soma godin ada dai pagi sehari. Benar Pak Agus? Benar Pak Agus? Benar Pak Agus? Benar Pak Agus? Nah, berarti ente konsen bagus. Berarti kan ada konsen. Nah, wah itu sama godin an ada di pesan Ramadan.